بدنيه يلوج على الهجمه يلوج بشوف الطوالي كذلك يشوفوا الانسان الفريق قد يقضي في الوقت الفينشيني يربح ركنيه هذه الاعاده كان في حوار مع بلقيس التونيش بار انسى حمدو كره على اليمين طريق اللاعب كيلفين شيني صاحب الهدف الوحيد كيلفين شيني تبع كذلك مارتين سنوات 95 واخرها السنه الفارطه 2009 تبع الهجوم هذايا توزيع في القايلول في انتظار النجم الساحلي خاصه امام المرمى التحركات لازم يكون لحمدي مبروك لحبيب ما يتيش شكل زواغي ممكن تلقى فريق هجوم مع يوسف انسى معناها الهجوم اللي يلعب الهجوم المعاكس لكن النجم الساحلي تشوف قوه اكثر في وسط الميدان من المساحات كذلك يحاول يلعب لمسه واحده والتسديد من بعيد مهم بالنسبه للنجم الساحلي خلف المباراه قصار في وسط الميدان يخلق فرصه من المسرات كذلك الانتباه من الدفاع للنجم على بركة الله انطلقت المباراة مشاهدينا الكرام محمد كمال في حراسة المرمى وبلا جابر كاسروغا طارق مختار وموسى الزوما هجمة أولى لفريق زندة من جانب عبد الحميد مرعوبة لموسى الزوما يحاول موسى مع الكرة ولكن الكرة لمصلحة فريق الجيش إرسال أمامي لا طبعا لا يحمل تاريخ كبير وسجل كبير فريق الجيش نجم ترجع كرة لخميس ملعب منقولة كرة لمصلحة إدريسا لالي انطلاق أمامي لفريق الجيش النيجري حدار المرتدة كالفين ولا يلعب مع حرس الحدود زناكو الزامبي مع إنيبا نيجيري بيترو أتلتيكو الأنغولي مع صفار للتجويد وإدخال التقنية الحديثة لمساعدة الحكام أحيانا تفسد هذه الدفاع أسفل وطرف فريق الرجل يسجل دفع على قد في الربع ساعة الأول ممكن تقولوا يعطي أكثر خطورة على الجهة اليسار تم التغيير دخل مدافع أساسي مكان مجد المزراتي في الدقيقة 58 كرة عند كيلفين شيني هذا هو أمام المدرب بيت هامبورغ أكيد ديريكتومون سور كيلفين سور لو كوتي تنتا تروفي وي بيل بريسيون يحتاج في الدفاع اكيد فريد كما قلت امكانيات بعيدة على بعضها بين فريق النجم الريالي الساحلي وفريق اصفهان من النيجر موازين القوى بعيدة على بعضها وحتى الخبره